هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومائة وثمانية وستين ألف شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا ومائة وتسعة وعشرين ألف شخص. هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم نحو ثلاثمائة وواحد و70 ألف شخص